أهلا بكم في المدارس عنيزة الأهلية المسار المصري. أهلا بكم طالبات الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هناخد الوحدة الثانية، وأول درس فيها بيتكلم عن النسبة والتناسب. أولا النسبة هي إحدى طرق المقارنة بين كميتين. عندنا الأول إذا كان ألف وباء عددين حقيقيين فإن النسبة بين ألف وباء تكتب هكذا ألف وبعدين نقطتين وبعدين باء وبنقراها ألف إلى باء، أو إن أنا أكتبها ألف وشد خط واكتب باء يعني في صورة كسر يعني ألف على باء، بس إحنا بنقراها ألف إلى باء. طيب تعالوا نشوف الألف ديت ليها اسم والباء دي ليها اسم. الألف هي مقدم النسبة، أما باء فهي تالي النسبة. طيب كل ده على بعضه بيسمى إيه؟ الألف والباء بتسمى حدي النسبة، يبقى مقدم النسبة تالي النسبة حدي النسبة. خواص النسبة: قيمة النسبة لا تتغير إذا ضرب حدها في أو قسم على عدد حقيقي لا يساوي الصفر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو عندي واحد إلى اتنين، أنا لو ضربت الواحد في عدد لازم أضرب قصاده الاتنين في نفس العدد. يعني لو قلت واحد ضرب أربعة إلى اتنين ضرب أربعة يبقى المفروض إن النسبة تطلع لي أربعة إلى تمانية. لكن افرض أنا جيت وقلت لأ أنا هضرب الواحد بس ومش هضرب الاتنين، يبقى أنا عملت خطأ كبير لأني غيرت من قيمة النسبة بتاعتي. طب أنا لو هقسم برضو، لو هنقسم العدد الأول أو مقدم النسبة لازم نقسم كمان تالي النسبة، يبقى الأربعة على الاتنين والست إلى ستة على الاتنين هتديني اتنين على التلاتة. في الحالة دي إن قيمة النسبة إيه؟ لم تتغير. هنا بقى عندي إن قيمة النسبة لا تساوي واحد هتتغير لو عملت إيه؟ لو أضفت يعني جمعت لحديها أو طرحت من حديها عدد حقيقي لا يساوي الصفر. ناخد مثال على كده، لو عندي نسبة 3 إلى 4 لا تساوي إيه؟ إن أنا أحط الثلاثة اللي هو الحد الأول أجمع عليه مثلا عدد زي الواحد، عدد حقيقي زي الواحد، إلى 4 وأجمع كمان على الأربعة الواحد، يبقى هنا جمعت واحد وهنا أضفت كمان واحد هلاقيها طلعت لي أربعة إلى خمسة. هل هي تساوي ثلاثة إلى أربعة؟ لا، يبقى إذن ما ينفعش في النسبة أضيف إلى حديها إيه؟ أي أرقام. طب تعالوا نهوت، لو جيت أطرح بقى أنا عندي الخمسة إلى التمانية لا تساوي خمسة ناقص ثلاثة وتمانية ناقص ثلاثة، طب ما أنا اشتغلت على الحدين أهو، لا بس في النسبة لا أجمع ولا أطرح على حديها، أصبح الناتج هنا 2 إلى 5 طبعاً لا تساوي 5 إلى 8. ثانياً التناسب، كل اللي اتكلمنا عنه ده كانت النسبة، والنسبة دي دايماً بنستخدمها علشان نقارن بين حاجتين، لكن هنا التناسب، تعريف التناسب ده لو جه في الامتحان بيبقى عليه درجتين اتنين فلازم تحفظيه، هو تساوي نسبتين أو أكثر. إذا كان ألف على باء يساوي جيم على دال فإن الكميات ألف وباء وجيم ودال تكون متناسبة، يعني لما يدهالك كده تعرفي على طول إن هما متناسبين. طب لو ادهالك كده قالك ألف وباء وجيم ودال كميات متناسبة تقدر تحطيها كمان على الصورة دي عشان تحلي المسألة بتاعتك، هتاخديهم بالترتيب ألف على باء بتساوي جيم على دال. طيب الأولاني ده اللي هو الألف بنسميه إيه؟ بالأول المتناسب، والباء الثاني المتناسب، والجيم الثالث المتناسب، والدال الرابع المتناسب. كما يسمى الألف والدال اللي هم دول ما لهم طرفين تناسب، أما الجيم والباء فهي إيه؟ وسطي التناسب. يبقى المسميات دي لازم نبقى عارفينها عشان لما تيجي تقري المسألة تبقي فاهمة هو يقصد ايه. خواص التناسب، اول خاصية عندي اذا كان الف على باء بتساوي جيم على دال فان الف في دال بتساوي باء في جيم، يعني حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني نضرب الالف في الدال بتساوي ايه؟ بتساوي الباء في الجيم. مثال:
أوجد الثالث المتناسب للكميات 3 و4 ومفيش هنا الثالث المتناسب مش موجود، وبعدين العشرين هنعمل إيه؟ أول حاجة هنفرض إن الثالث المتناسب هو إيه؟ هنرمز له بالرمز سين أو صاد أو عين، أي رمز. وبعدين هنقول شوف الكميات بتاعتي هتبقى عبارة عن إيه؟ 3 و4 وحط قدام الثالث المتناسب هو مجهول بالنسبة لي، حط مكانه الرمز سين. وبعدين 20 وقال إن الكميات دي متناسبة. اتفقنا إن لما نشوف كلمة كميات متناسبة يبقى ممكن أضعها على الصورة 3 على 4 بتساوي سين على العشرين. يبقى 3 على 4 بتساوي سين على 20، وأقدر كده أستخدم الخاصية الأولى بتاعتي إن حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يلا نضرب 3 في 20 بتساوي 4 في سين زي ما احنا شايفين هنا كده. هنعمل ايه؟ اضربي بقى العشرين في الثلاثة هتطلع بستين، هيبقى عندي 4 سين بتساوي 60. يبقى هنعمل ايه؟ احنا عارفين قبل كده ان احنا بنقسم الفاضي على المليان، يعني 60 على الأربعة هتبقى سين اللي هي بتعبر عن الثالث المتناسب بتساوي 15. هناخد بعد كده الخاصية الثانية، إذا كان ألف ضرب داء بتساوي باء ضرب جيم، فأنا ممكن أحطها على الصورة دي، ألف على باء بتساوي جيم على دال. يعني عملنا إيه هنا؟ عملنا رايح جاي، يعني ألف على باء أرجع بقى من هنا، أنا وقفت هنا يبقى هرجع من هنا، جيم على دال، يبقى رحت ورجعت تاني، زي ما إحنا شايفين كده، ألف ضرب دال بتساوي باء على جيم، أقول رايح جاي. تعالوا نشوف ممكن أحطها في أنهي صورة تانية. طب لو بدأت بالألف ورحت على الجيم، بقت ألف على جيم، أرجع من مكان ما أنا وقفت، أنا وقفت عند الجيم، يبقى هقف عند الباء وارجع باء على دال، فيطلع عندي ألف على جيم بتساوي باء على دال، وده بستخدمها لحل المسائل. طب أنا عايزة أبدأ من هنا من الطرف التاني ده، يبقى أقول باء على ألف، أنا وقفت هنا يبقى هرجع من عند الدال على جيم، يبقى باء على ألف بتساوي دال على جيم، أنا رايح جاي. طيب هبدأ من عند الجيم، رايح يبقى جيم على ألف، جاي دال على باء زي ما احنا شايفين كده. ناخد مثال على كده، لو عندي نص في سين بتساوي 3 على 4 صاد. يلا نطبق مع بعض خاصية 2، هقول بما أن نص سين بتساوي 3 أرباع صاد، إذن تعالوا نشوف بدأ منين، بدأ من السين على صاد، يبقى هرجع منين؟ من 3 على 4 على النص، يبقى أنا بدأت من هنا رحت للصاد، هرجع تاني من 3 أرباع على النص زي ما احنا عاملين هنا كده. طيب هتبقى 3 على 4، يلا نقلب العلى دي لفي ونشقلب الكسر تبقى 2 على 1، هتساوي كام؟ هتساوي على 2 هيبقى فيها الواحد، و4 على 2 فيها ال2 هتطلع 3 على ال2. خاصية 3، إذا كان ألف على باء بيساوي جيم على دال، فإن ألف على جيم بيساوي باء على دال، أي أن مقدم النسبة الأولى على مقدم النسبة الثانية هيساوي تالي النسبة الأولى على تالي النسبة الثانية. خدنا كده الألف على الجيم والباء على الدال. فمثلا لو كان عندي ألف على 4 بتساوي باء على 3، فإن هنقول ألف على باء هتساوي 4 على 3 زي ما احنا كاتبين هنا كده. طب لو عايز أعكس أبدأ بالباء، يبقى باء على ألف بتساوي 3 على 4، باء على ألف بتساوي 3 على 4. خاصية 4، إذا كان ألف على باء بتساوي جيم على دال، فإن لو أنا اخترت ثابت وضربت الحدي النسبة دول في الثابت ده، يعني هنا ضربت الجيم في الميم والدال في الميم، أجي بقى أقول إن ألف
بتساوي ج في م زي ما انا كاتبه هنا، ألف بتساوي ج في م، أما الباء فهتساوي الدال في م اللي هو الثابت ده، بشرط إن الثابت ده اللي هو الميم لا يساوي الصفر. طيب مثال على كده، إذا كان ألف على باء بتساوي 3 على 4، أقدر إن أنا أضرب حدي النسبة دول في ميم، هتبقى الألف بتساوي إيه؟ 3 ميم، والباء دي هتساوي إيه؟ 4 ميم، ونأكد إن ميم دي ثابت لا يساوي الصفر. مثال، إذا كان ألف إلى باء بيساوي 3 إلى 5، فأوجد النسبة 20 ألف ناقص 7 باء إلى 15 ألف زائد باء. هنعمل إيه هنا؟ أنا عندي لما بلاقي ألف إلى باء ممكن أحطها على الصورة دي، هتبقى ألف على باء بتساوي 3 على 5. ده معناه إيه؟ إن أنا دلوقتي هسويهم بميم اللي هي ثابت اللي هي إحدى النسب، فهقول إن الألف بتساوي 3 ميم، وإن الباء بتساوي 5 ميم، حيث أن ميم لا تساوي الصفر. يلا نعوض عن الألف والباء في النسبة اللي هو الدهيني. أنا عندي 20، عندي هنا هو النسبة ألف ناقص 7 باء إلى 15 ألف زائد باء، نحطها على الصورة دي، هتبقى 20 ألف، نشيل الألف ونحط مكانها 3 ميم، ناقص 7، نشيل الباء ونحط مكانها 5 ميم. طيب يبقى 3 في 20 ب 60 ميم، و5 في 7 ب 35 ميم. ميم. نشتغل بعد كده على المقام، 15 ألف هنشيل الألف ونحط مكانها كام؟ 3 ميم، تبقى 3 في 15 ب 45 ميم، ونشيل الباء ونحط مكانها كام؟ 5 ميم، تبقى ال 5 ميم هتيجي مكانها اهوت، مش هتلاقي حاجة خالص تتضرب فيها، هتنزل زي ما هي كده، هتبقى 60 ميم ناقص 35 ميم هتبقى 25 ميم، و 45 ميم زائد 5 ميم هتديني 50 ميم. هنختصر على الخمسة، فيها 25 فيها الواحد، و 50 على 25 فيها الاثنين، والميم هتروح مع الميم. وبكده يكون انتهى الدرس النهاردة، ومع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.